ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. لا شك ان اكبر خساره يتعرض لها الانسان ان يفقد حياته، لان من فقد حياته ببساطه فقد كل شيء، فقد امواله وزوجته وبيته ووظيفته ومنصبه وكل شيء، فما بالكم بمن ضحى بحياته في سبيل الله. ماذا يستحق؟ يستحق حياة من عند الله ولكنها بكل تأكيد حياة أبدية أفضل من حياة الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل، هؤلاء هم شهداء غزوة بدر الكبرى رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم، من وسط هذه الأسماء حارثة ابن سراقة، وكان غلاما صغيرا يشاهد المعركة من فوق مرتفع، وهو يشرب من بئر بدر جاءه سهم في حنجرته فقتله. فأتت أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله: أفي الجنة هو أم في غيرها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. لا شك أن الجهاد في سبيل الله هو أعظم الطاعات البدنية وأشقها على النفوس. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. وكلمة سنام معناها سنام الجمل وهو أعلى وأرفع جزء من ظهر الجمل. ومن منا لا يحب الحياة؟ ولماذا نكد ونسعى في هذه الدنيا؟ لكي نحيا ونعيش. والشيء المحبوب لا يتركه عاقل إلا لشيء أعظم منه. ولذلك ترك الشهيد في سبيل الله حياته من أجل حياة أعظم في البرزخ وما بعدها. ولكن هل كل من يقاتل ثم يقتل هو شهيد في سبيل الله؟ بالطبع لا. لأن هناك من يقاتل للمغانم والمكاسب. وهناك من يقاتل حمية لقومه. وهناك من يقاتل غضبا كل هؤلاء ليسوا بشهداء في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله لازم نفهم حاجه في غايه الاهميه نظرتنا للشهيد نظره قاصره جدا في حدود قدرتنا المحدوده فنحن نرى الشهيد انه قد فارق الحياه ولكنه على العكس في حياه اعظم واكمل واجمل من هذه الحياه التي نتنافس عليها ووصف لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نبذة بسيطة عن هذه الحياة فقال أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فأي شرف وأي كرامة للشهداء في سبيل الله وهذا هو أكبر دليل على كل من أنكر أن هناك حياة في القبر، وأن هناك نعيم وعذاب في القبر. وهل هناك تعارض بين هذه الآية الكريمة وآية في سورة الزمر؟ إنك ميت وإنهم ميتون. لا، ليس هناك من تعارض. فالشهداء يموتون الموتة الدنيوية التي تفارق فيها الروح الجسد، ويفارقون أحكام الدنيا وما فيها، ولكنهم يحيون الحياة البرزخية دائمة النعيم التي لا موت فيها. "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات"، خدت بالك من الفعل المضارع يقتل؟ كان ممكن يأتي بالفعل الماضي. "ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات، فلماذا جاء بالفعل المضارع؟" جاء بالفعل المضارع ليدل على الاستمرارية وتجدد الحكم إلى ما لا نهاية. "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، فالإخلاص لله هو شرط لصحة كل عمل، بل أحياء" خدت بالك من المد في كلمه احياء ده يدل على ان حياه الشهداء حياه طويله ممتده في نعيم مقيم بل احياء عند ربكم لا عندكم وشتان بين حياه عند رب الناس وحياه عند الناس ولكن لا تشعرون ولا تحسون ولا تدركون هذه الحياة لأنها حياة غيبية لا طريق للعلم عنها إلا بالوحي وكيف لمن هو محدود أن يدرك ما فاق بعقله كل الحدود فاللهم ارزقنا عيشه الاتقياء وموته الشهداء وحلاوه اللقاء بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا